ثلاث سنوات من العنف السياسي والمجتمعي عاشتها مصر منذ 25 من يناير في العام 2011 وحتى الآن، فقد شهدت البلاد في تلك الفترة أنواعاً متدرجة من العنف الذي يعد سابقة في التاريخ المعاصر لهذا الشعب. ولا تزال مصر تعيش أياماً مرهقة للعقل والجسد المجتمعي حتى الآن جراء العنف المستمر على أرض الواقع، لا سيما بعد تطور مشاهد العنف الذي كانت في أغلب الأحيان تنحصر في الاشتباكات والمنازعات بين متظاهرين من جهة وقوى الأمن من جهة أخرى، إلى مشاهد إرهابية متعددة تشهدها الساحة المصرية في مختلف المحافظات. فقد تحول الوضع من اختلاف معلن بين معارضين من جهة والدولة المصرية من جهة أخرى إلى حرب سرية تقودها مجموعات إرهابية داخلية مدعومة من دول وجهات خارجية تظهر أثارها يوماً بعد يوم في أحداث إرهابية فجة لم يعتدها المصريون من قبل. وفي ظل اللحظات الدقيقة التي تعيشها مصر الآن من تاريخها الحاضر، ونحن على أعتاب مرحلة فارقة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تم الاستقرار على أنها الخطوة التالية في خارطة المستقبل بعد إقرار الدستور الجديد، تبرز أهمية المواجهة الشاملة لقوى الإرهاب في الداخل والخارج، ليس من الناحية الأمنية فحسب التي يتأكد فشلها يوماً بعد يوم إذا تم الاعتماد عليها وحدها رغم جهود قوى الأمن المبذولة لحفظ سلامة وأمن المجتمع المصري، إنما يتطلب ذلك عقلاً واعٍ وفكراً خلاقاً يتناسب مع خصوصية المرحلة، كما وإرادة صلبة لتنفيذ قرارات واقعية ملموسة يشعر بها المواطن المصري.